قصة اليوم قصة جن من شخص اسمه سلطان. القصة مخيفة ومرعبة، وقال لازم كل واحد يتقرب من رب العالمين أزيد، لأن البعد عن رب العالمين مذلة، والمعاصي اللي تسويها أنت تقرب الشيطان منك وقلبك يقسى، واللي صار وياي مو قليل. وهسه راح أبديلكم بقصتي، لكن صلولي على الحبيب المصطفى واذكروا لي الله يا جماعة الخير، لأن الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي بقصتنا. كنت صغير وكانوا عندي 4 أخوان وبنية وحدة، وكانوا دائما أنا اللي مديوس علي بالبيت، يدزوني ويصخروني بحكم أنه أنا أصغر واحد بيهم. لكن ظلت السنين تعدي وأنا صرت فاشل، كل ما يفوت مني من والدي يقول لي انت راح تفشل بحياتك، انت ما راح تنجح. وفعلا من كثر ما ردد علي هاي الكلمة ما مشيت ويا واحد عدل، وظليت انحرف بصغري بسن 18 سنة تقريبا او شوية اقل، ودخنت. واتذكر والدي لزمني بالشارع ظل يضرب بي وانهزمت، وظليت يومين برا لغاية ما صار عمري 19 سنة تقريبا، والوالد يعاملني شوية زين وينطيني مصروف وحتى مشتري لي سيارة، لكن سيارة بسيطة يعني على قد الحال، وكنت أروح بيها وأرجع وما عندي أي شغل. بيوم من الأيام التمت علي كل المشاكل، الاستراحة اللي كنت مستأجرها ويا الشباب يريدون يدفع وياهم واني ما عندي، السيارة مالتي البنزين بيها قليل، جيبي فارغ، التليفون مالتي يطفى ساعة وساعة يشتغل، بطاريته تعبانة جدا وأحيانا يطفى وما يشتغل إلا يوم ثاني، تعبان جدا ويراد الفلوس وما عندي. وعندي عم مسافر، وهذا بين فترة وفترة يسأل علي ويدز الفلوس، وهذا هم صار فترة طويلة واستحي أخابره، لأن إذا خابرته أكيد راح يقول عندك مصلحة وعلى مود فلوس. المهم ظليت ما أعرف شو اللي أسويه، دخلت يعني المغرب للبيت على والدي وقلت له أريد فلوس. بدأ يصرخ علي ويصيح ويقول لي منين اجيب لك، اصير لك بنك اني، اروح انت اطلع للشغل دور لك شغله، انت من كنت صغير فاشل مشيت ويا ناس كذا وناس كذا، وظل يعيرني بعده اشياء، وانا نفسيتي كانت تنكسر ازيد وازيد لغايه ما طلعت وما اعرف شنو اللي اسوي، وما عندي غير يعني فلوس قليله جدا. طلعت بالسياره وانطلقت، قلت اروح للاستراحه يم الشباب افضل، صح هم يردون فلوس بس اكيد ما راح يدعوني بهس الوقت متاخر. صعدت السياره ومشيت، مريت على المحطه بالفلوس اللي عندي حطيت بنزين وكملت طريقي ورحت للاستراحه. قعدت ويا الشباب وبداوا يعني يلمحولي على سالفه الفلوس، وانا كل ساعه افر السالفه واطلع سالفه ثانيه في سبيل اليوم ابات بالاستراحه، تعبان ومختنق ما اقدر ارجع للبيت. وكانوا مستمرين يعني يستفزوني ويردوني، أقول لهم أنا ما عندي فلوس، في سبيلي يظلون يضحكون ويشاقون. وكان واحد من أصدقائي اسمه علي قال لي تعال عندي موضوع أرد أحكي وياك برا من رخصة الشباب، وأخذني وطلع برا بي يم السيارة، وكان يقول لي ترى جاي يقصدوك بالكلام. قلت له أعرف ودنقت راسي. قال لي خلص يا أخوي هسه تشتغل وكذا ومن هاي السوالف، لكن اليوم الاستراحة مو لك والشباب ضايجين، وقبل هالصراحة كانوا يحكون عليك وانا ما اريدك تسوي مشكله، اصحى سيارتك وارجع لبيتكم افضل لك، الشباب ناويها غيرني. وفعلا انا مباشره استحيت وخجلت لما حكى وياي، صعدت بالسياره وبديت امشي متوجه للبيت وهو راح يعني دخل يم الشباب. المهم وصلت للبيت الوقت متاخر، لقيت الكل نايم، دخلت مباشره بالغرفه مالتي ومددت بالسرير اريد اخفى ما اقدر، انقلب يمين ارجع يسار، ولغايه 4 الفجر يمكن أذن وأنا بعد. كنت بذاك الوقت مبتعد بعد تام عن رب العالمين، لا صلاة ولا صيام، وكانت عندي علامات. أي واحد موجودة بيه هاي العلامات اعلم أنه أنت بخانة الخطر. من هاي العلامات لما يجي واحد ينصحك على الصلاة تبدي تصيح عليه وتقول له مو أنت تحاسبني وأنت معليك وأنت كذا، وتأخذك العزة بالإثم اللي أنت تسويه. إذا أنت هاي النقطة بيك فاعلم أن الذنوب غاسلة قلبك وقلبك صاير حجر وقاسي. وكو بعد شغلة ثانية، يوم اللي تسمع القرآن يعني بجوالك يعني بالتلفزيون بأي مكان ثاني، لما تسمع القرآن
وما تستنيت إله، ويعني ما تحب تسمعه، توخر مباشرة، فاعلم إنه أنت بخانة الخطر. هذني الشغلتين وذني نقاط يعني واضحات بالبشر، إذا ظهرن عنده اعلم إنه أنت خلاص. وأكو بعد نقطة هي الدعاء، نوباتك واحد تقول له ادعي يقول لك لا ما ادعي رب العالمين، أنا ما ادعي. تعرف أنت الدعاء هو بحد ذاته عبادة، الدعاء الرب العالمين هو فضل وكرم من عنده عليك. يعني أنت إذا قدرت تدعي الرب العالمين وتقول له مثلا يا رب ارزقني نجحني، هذا فضل من عنده. أكو ناس تربط ألسنتهم بسبب الذنوب اللي يسووها، والشيطان يكون راكب فوقهم كأنه صاعد على كتافهم، ما يقدرون يتكلمون، وتأخذهم العزة بالإثم. هذن النقاط إذا كان الموجودات عندك فلازم يعني تدير بالك على نفسك وترجع وتتوب الرب العالمين توبة نصوحة حتى يتوب عليك. المهم هذن النقاط اللي كان عندي هاني، وذن النقاط بعدين يلا عرفت بيهن يأثرن علي بالسلب. المهم نمت الصبح وظلت تجر الساعات، وقعدت الساعة بثلاثة الجوال ما تطافي، حاولت أخليه على الشحن لكن ما رضى يشحن. عفت الشاحن بيه وقلت هسه ينفتح وحده، ورحت مباشرة للمطبخ أدور حاجة أكلها، وأكلت ورجعت ولقيت التليفون مالتي يعني مفتوح، وجايتني عدة مكالمات والتليفون مسدود، والمكالمات كلهن من عمي. وأكيد عمي لما خبرني الشغلة خير، وأكيد يعني راح ينطيني فلوس. مباشرة اتصلت بي وسلمت عليه وقلت له البارحة جيت أتصل بيك والوقت متأخر. قال أنا اتصلت عليك هواي من الصبح أتصل وانت نايم، أريد من عندك خدمة سوي ليها، أنت تعرف الشتاء خلاص بدأ يعني يجي، والبيت ماتي يذب رطوبة، وكان هو عايفة هذا البيت، والبيت داخل مزرعة، والمزرعة يعني كانت كبيرة جدا وواسعة ومرتبة، لكن تركها وسافر الغرض العمل، وهاي صار 4 سنين متروكة. قال لي تروح لهناك وتشوف شنو الموضوع، واريدك هم يعني تشوف الحاجيات الثانية، وبيها مسبح اريدك تنظفه واضاءة الخربانة وكذا، هاي الاشياء كلها نسويهن، وجيب عمال يشتغلون، وش قد ما يصير الحساب ادز لك. ذاك الوقت فرحت جدا، قلت انا ما اجيب عمال وانا اللي يشتغل بيدي، واخذ الفلوس من عمي احسن من ما يضل جيبي فارغ. وفعلا قلت لازم اروح، لا خلي اروح حسه، لا اخليها باكر. المهم قلت لا تأجل العمل، اصعد مباشرة هسه بسيارتك وانطلق. والكلام هذا كان تقريبا على الساعة 4:30 5. المهم طلعت شوية بالشارع، رحت منها ما ادري شنو، صارت دنيا المغرب ولزمت الطريق متوجه للمزرعة، والوقت كان متأخر. وتكلمت ويا عمي بالطريق وسألته، قلت له المفتاح مال المزرعة وين؟ أول بيت اللي موجود بالمزرعة. قال لي تروح يم الشجرة الفلانية كذا وكذا اللي صار قريبة وما أعرف شنو، تلقاه مشدود بالشجرة. قلت له تم. وفعلا بذاك الوقت وصلت تقريبا بحدود الساعة 8 للمزرعة، دخلت أتمشى على كيفي وأموري طيبة، ردت أطب للبيت وأفحص الأشياء اللي موجودة بي، وأنا متعود أصلا أبات برا وأشوف يعني البيت إيش محتاج ما محتاج، وأجيبهم باليوم الثاني يعني أبات بالبيت. وحتى يوم اللي طلعت ما قلت لأهلي، لأن ياهم اللي أحاكي كان ما يتكلم وياي وأسلوبهم مو حلو، والصراحة أنا اللي مسوي هذا الشي، لأن دائما أحتك وياهم بمشاكل فقط، قمت أحس إن هم يكرهوني، وأنا بعد كنت أضوج من عندهم وكرههم. تجيني ساعات أقول لا هذا الشي ما يصير، تجيني ساعات أقول لا ذولا أصلا مو أهل، لو أهل كان داروا بالهم عليه، كان انطوني، كان صرفوا، وإلى آخره من الأشياء. وبعد ما أخذت المفتاح من الشجرة وفتحت البيت ودخلت، لقيت كمية تراب مو طبيعية. المهم حاولت أشغل الكهرباء، نص اشتغل ونص ما اشتغل. صعدت فوق أحاول أشوف شنو اللي موجود اللي يخلي المي ينزل ورطوبة أكو بالبيت، كل هاي الأشياء كنت أدور عليه. ولقيت بذاك الوقت 4 بلاطات مكسورات تقريبا يعني من الأطراف، وهن اللي دخلن مي وما يرادلهن غير واحد يقلعهن ويجيب غيرهن، يعني شغلتهم بسيطة أقدر أنا أسويها وبكل رياح، والأضوية أقدر أبدلها، والمسبح يعني، وغير الأشياء الباقية كلها يعني أقدر أسويها. وبعدها عفت السطح ونزلت سديت الباب بإيدي، وصرت يعني بالقاط الثاني جاي أتمشى، وكان أسمع صوت كأنه اكو حركة جوا بالبيت.
كانت الأضوية مشتغلة، ويوم اللي طالعت كأنه شفت طفل يركض. هالشي هذا أرعبني ونزلت أركض يعني مباشرة. طالعت وناظرت ما لقيت أي أحد، معقولة أنا شفت لو ما شفت؟ المهم خفت وقشعر بدني وقلتاني إيش عندي وايد، البيت وصخ ومو نظيف، خلاص خلينا نرجع للبيت. وفعلا صعدت بسيارتي ورجعت، وما وصلت تقريبا إلا الساعة 11-12 بهالحدود، وقررت أنام وباليوم الثاني أطلع من الصبح ونفس الليلة اللي قبلها. هم ظليت أفكر ومنين أجيب غراض ومنين ما أعرف شنو. المهم بذاك الوقت قلت خلص، صارت الدنيا الصبح تقريبا على الساعة 9 وقعدت. أول ما قعدت لقيت عمي متصل علي، رجعت اتصلت عليه وكان يقول لي راح أحول لك فلوس حتى تباشر وتكمل لي البيت الله يرضى عنك. قلت له تم، وفعلا حول لي فلوس وانا صعدت بالسيارة. وظل الوقت يمشي وما وصلت غير الساعة بالثنتين للمزرعة، اني والغراض بالثنتين الظهر. دخلت لي جوا وما اعرف منين ابدي، يعني ابدي من المسبح ولا ابدي من فوق، فقررت ابدي من السطح. المهم كسرت البلاط اللي كان مكسر وما اعرف شنو، طلعته نظفت، المهم جلستهن وصارت دين المغرب وانا اشتغل به. يوم اللي اشتغل احب على كيفي وبتأني، ونزلت جوا صرت اشوف شكو اضاءة خربانة ابدلها، ونورت البيت كله ونظفته تقريبا شوية. الساعات تمشي وطالعت ولقيت الساعة 9، وهنا صار الوقت لازم اصعد بسيارتي واروح، لكن هم اخذ مشوار وبعيد. دخل لي اروح اشوف لي مطعم محل قريب اخذ من عنده اكل واجي ابات هنا، هو ما بقى غير المسبح وشغلات بسيطة ثانية. وفعلا صعدت بسيارتي ورحت ادور مطعم لغاية ما لقيت مطعم فاتح، جبت لي اكل وجبت عدة غراض حطيتهم بالثلاجة. البيت هذا كان مأثث، القاط الاول والقاط الثاني. المهم دخلت اتمشى للبيت طبيعي وحدي، جلست اكلت وانا جاي اكل، الهدوء كان قاتل بالمكان ومرعب بعد، يعني اذا تذب ابرة تسمع صوته. البيت هادئ لدرجة مو طبيعية شوية، وكان اسمع صوت مال حركة كأنه واحد يسحب يعني برجلي، صوت واضح برا. عجيب هالامر هذا، معقولة اكو احد بالمزرعة؟ المهم طلعت ناظرت ما لقيت اي احد ورجعت. المهم دخلت باحد الغرف قلت حتى انام. المهم نمت بهاي الغرفة وبعدني ما غفيان كان اسمع صوت مال طفل كأنه جاي ينادي بأحد، وبعدها سمعت صوت ثاني يعني مال رجل يقول له لا تلعب بيها تعال لهنا، صوت واضح مال رجل بنص المزرعة وقريب بعد على البيت. وهالمرة الصوت كان بإذاني، قفزت من مكاني مباشرة وطلعت افتريت يعني من مصدر الصوت اللي كان جاي ورا البيت، وتفاجأت برجل. الرجل هذا كان لابس ثوب لونه رصاصي ويا طفل صغير لابس ثوب أبيض، شكونهم غريبة أول مرة أشوفهم. وبداخل المزرعة وسألته قلت له أنت إيش عندك هنا؟ قال لي أنت إيش عندك هنا وأنت منو؟ قلت له هاي المزرعة مال عمي. قال لي أنا حارس هنا. قلت له حارس شنو؟ أنا صار يومين أجي وأروح، المزرعة ما بيها حارس. قال لي خلاص خلاص كلم عمك، كلمة عمي كان اسمه أياد. قال لي خلاص خلاص كلم عمك أياد وقل له انت جابك هنا. وكان الرجل ما اعرف ايش بيه، غريب يتكلم ينزل راسه يرفع راسه يرمش بعيونه يعني هواي، ما اعرف هالرجل هذا غريب. المهم قلت له هسه اجيك، دخلت لي جوا جبت الجوال مالتي ولقيته واقف يعني بمكانه، طلعت الجوال اردت اتصل على عمي ولقيت الجوال طافي، احاول اشعل بيه اريد ما كان يشتغل ابد، الجوال سكت. ردت اشغله بكل الطرق وما قدرت، وقلت له انت حارس من شو وقت؟ قال انا من زمان. شنو عمك ما قال لك؟ الصراحة كان عمي وابوي بيناتهم مشاكل يعني ما يحجون واحد للثاني، لكن عمي كان يحبني بحكم انه اني اي شيء يريده من عندي البي الهيا، وهو هم ينطيني فلوس ويدزلي. مع العلم كان والدي يتعارك وياه وما يقبل، يقول له لا تطي حاجة خلي يتعلم هو يطلع يشتغل افضل اله. المهم قلت له انت من شو وقت هنا؟ انا صار لي يومين. كان يقول لي انا موجود هنا، انا صار لي يعني هو يشتغل بهذا المكان. قلت له زين انت وين عايش؟ البيت مقفول وكل شيء بمكانه والبيت كله تراب، انت حارس على شنو بهذا المكان؟
قال أنا حارس حتى لا حد يطب يكسر البيت ويبوق غراض. قلت له أنت وين تبات تجي بالليل؟ قال لا أنا أبات هنا. هالرجل هذا فعلا غريب. قلت له وين تبات؟ كان يأشر لي بإيده عن نهاية مال المزرعة. قال بدني كل غرفتين شوفهن. صح حنا كان أكو غرفتين وعمي مسويه للحارس أصلا ما حد يوصل يمهن. عمي مفكر لما يجلس بيها ويقعد يجيب حارس يعني يعتني له بالأغنام اللي يخليهن دجاج مواشي أي حاجة ثانية عنده. المزرعة كانت كبيرة أو فلاح يعتني بيها هاي الغرفة إله. لكن أنا حد علمي هذن الغرف صار المخازن من زمان يعني الغراض الزايدة كان بيهن. المهم ما أعرف فردت أروح عليهن وبدأ يتكلم وياي نسان الموضوع. والرجل كان كلامه ثقيل وهالطفل هذا كان غريب جدا وحركي ساعة يروح يمين ساعة يرجع يسار ويطالع ويقول كلمات غريبة ما كنت أفهم له بحكم أنه هو طفل. قد احتمال إنسان ثقيل وما يعرف يتكلم وهذا أمر طبيعي جدا. المهم المكان اللي كنا احنا واقفين به كان ورا البيت والإضاءة قوية يعني ومنور البيت كله. والرجل كان قدامه طبيعي صح شكله غريب لكن الرجل طبيعي بس به حاجة غريبة. والغرف كان بالظلمة وعليهن يعني نور بسيط جدا بنهاية المزرعة. فجأة وكان أسمع صوت جاي من يم الغرف عالي ويوم اللي طالعت اتفاجئت بناس يعني طوال صح ما كان جسمهم مبين كامل لكن عيونهم كانت تقبض القلب عيونهم تلمع مثل عيون القطط عيونهم تلمع ويتمايلون ويتحركون. المهم كان يقول لي خلص انت طوب وارتاح وانا عائلتي نادوني رايح. المهم مشيت يمكن خطوتين ثلاثة وكان أسمعه يتكلم وقال لي ما راح تظل هنا. التفتت قلت له تحاكيني؟ قال لا ما حاكيتك نهائيا وراح كمل طريقه. وانا دخلت للبيت حاير احاول اشحن الجوال مالتي واشغله واخابر على عمي واشوف قصة هالرجل هذا. الرجل يوم اللي تكلمت وياه كان طبيعي وصار عندي فضول يعني اشوف هذا الرجل الجاي يسوي هنا. المهم رحت وسديت البوب علي كلها وصعدت فوق السطح وبديت اراقب بي وانا احاول اشغل بالجوال. الجوال كان بيه شحن لكن هو نوبات يطفي وما يقبل يشتغل. المهم وطالع من فوق واشوفهم يتحركون والعدد مالهم كان كبير لغاية ما رموا حاجة لونها اسود ما اعرف شنو وجدت يعني قريبة على البيت بالاضاءة وجوا اطفال ثلاثة يركضون لكن الاطفال ما كانوا اطفال عاديين كأنه قردة. أجسادهم كانت كلها شعر ويركضون على أربعة وان يوم اللي شفتهم اقشعر بدني وما عرفت شنو اللي أسوي ومباشرة نزلت يعني لي جوا أريد أطلع أشغل سيارتي وانهزم شكل المكان مسكون بجن. لكن يوم اللي نزلت يعني القاط الثاني وبعدها نزلت على القاط الأول لقيت هالرجل واقف بوجهي بنص الدرج ويطالع بوجهه ويقول لي أنا مو قلت لك أنت ما راح تظل هنا. الخوف اللي كان بقلبي ما يعلم بيه غير بس رب العالمين وما راح أقدر أوصفه لكم نهائيا. أحس أنه قلبي يريد يطلع من صدري. دقاته قامت تتعالى وحتى الصوت قمت أسمعه من الخوف وقمت بالقوة أتنفس. وهو واقف قدامي وقلت له وخر هو أنت شرايد من عندي وسويت نفسي أنه أنا ما خايف منه. وبعدها حاولت أفوت يعني من يمه لكن حسيت نفسي انه انا مريت من خلاله وهو ما موجود. نزلت تقريبا يعني خمس بايات بالدرج ناظرت وراي لقيته ماكو ورحت اركض باتجاه الباب احاول افتح الباب واشدها كانت الباب ما تنفتح. رحت اركض على الباب الثانية ونفس الشي رجعت اركض مرة ثانية للغرفة وقلت راح اطب لي جوا واقفل الباب علي مال الغرفة وفعلا قفلت الباب وانا اتراجف وغراضي كلها موجودة والحمد لله والشكر شاحنتي جوا وانا احاول اشحن الجوال اخابر على شخص يجي يساعدني وما اقدر شوية وكان تصير الوضعية هدوء وكل ما ارد احرك نفسي واقوم افتح الباب واشوف شنو اللي صار او احاول انهزم بمجرد انه انا وصل الباب اسمع واحد يدق الباب علي والاضاءة اللي كانت برا تطفي وتشتعل وحده وساعة ظل مشتعلة واشوف كأنها اقدام ما الناس رايحين ورادين. وان الخوف كان ممتلكني والرعب وكان اسمع صوت التلفزيون اشتغل وحده على قناة اخبارية
وبعدها على غناء، وبعدها قمت أسمع ناس يصبقون وضحك بصوت عالي، والصوت مال التلفزيون يعلى ويرد ينصه، والكهرباء بالبيت تطفي وتشتعل، والغرفة اللي بيها أني الحمد لله والشكر كان مشتعل بيها الضوء. وأول ما تذكرت أن الضوء بيها مشتعل شكلي حسدته وطفت الأضاءة بيها، وصار الظلمة كحل ما تشوف إيدك. وفجأة وكان أسمع صوت مال ضحكة مال طفل صغير تشلع القلب، افتريت لقيت يعني عيون كأنها قريبة من السقف، ما أعرف هذا شخص واقف ولا طفل، ما كان مبين كل شي منه، لكن الضحكات بصوت عالي. هنا أنا قمت أنادي يعني باسم والدتي ووالدي بصوت عالي، أريد أحد ينقذني من الخوف والرعب. ما قدرت أعبر يعني عن حالتي بساعتها، وإجا الضوء وكان ألقى طفل عاري تماما ومصلخ، ورجليه كانت طويلة وجسمه صغير، رجليه كأنه بعد شوية وطخ بالأرض، جالس فوق الخزانة مال الملابس ويطالع بيه ويضحك. يوم اللي شفته أغمى علي من الخوف. المهم كانت أكو أغنية يمنية أحب أسمعها دائما وردد بيها كذلك، وتطلع حلوة بصوتي. واللي حصل صحيت، أول ما صحيت بعدني ممدد بالغرفة، الباب مفتوحة وما أعرف إذا أكو أحد قدامي ولا لا، عيوني كانت كأنها ضبابية، وكنت أسمع واحد يغني لي بالأغنية اللي أحبها ويقول: مع الأسف بعت روحي لك يا ريت عاد انت تستاهل، أغنية يمنية. المهم قفزت من مكاني مرتعب ما أعرف شنو اللي أسويه، وبديت أركض مثل المجنون بس أريد أطلع من البيت ما أقدر. فجأة وقمت أسمع صوت الأبواب تنفتح وتنسد، خاصة بالقاط الثاني، ناس تركض، صوت مال أطفال، صوت مال حريم عالي يصرخن ويرد يضحك، وهي هاي أساليب الجن، ضحك وصياح وأشياء ثانية، يريد يطفشوني حتى أطلع، وأنا أصلاً أريد أطلع لكن ما أقدر، الباب مسدودة. المهم ما أعرف شلون رحت للباب، ظليت أعت بيها وأعت، وجدت بيدي طلعت جاي تمشي، وكان ألقى الرجل نفسه واقف ويطالع بي، وهالطفل هذا واقف وياه وكان يقول لي: وين رايح؟ ترى احنا ما راح نعوفك. المهم رحت تركض باتجاه السيارة وصعدت بيها مثل المجنون، ما أعرف شنو اللي أسوي، المفتاح مال السيارة ظل جوا، ومن سابع المستحيلات أرجع، ظليت جالس بالسيارة وكانت قريبة على الباب وطالع، الأضوية تطفي وتشتعل وناس تمشي وناس تروح، وفجأة ما حسيت غير واحد حاط إيده يعني على الزجاج بهاي الطريقة ويطالع بوجهي ويضحك. صرخت بصوت عالي ونزلت من الباب الثانية أركض متجه على الباب مال المزرعة، وطلعت من المزرعة أركض بالشارع مثل المجنون، الجوال مالتي بجيبي، وبمجرد أنه أني بعدت يعني ومشي وسيارة ماكو أحد ينقلني بوسط يعني أراضي زراعية وأريد أشوف لأحد يساعدني، المهم ماكو أحد، وأحاول أشغل الجوال مالتي وأشوف أضاءة من بعيد. فرحت جدا ورحت أركض على اتجاه الأضاءة ولقيته يعني بيت مال واحد، ورحت دقيت بابه وطلع علي الرجل وقلت له الحقلي، دخلني الرجل اللي جوه ويتلفت ماكو أحد، قلت له البيت مسكون. المهم بذاك الوقت هو عرف عمي، وحاولت أشغل الجوال واشتغل بيدي طبيعي، الوقت متأخر جدا خلص ما ضل شي على الصبح، والرجل هذا قال خلص هسه وقت صلاة، درتاح انت ولا تخاف، وهاي كلها ساعة شيطان يا ابني، من هاي السوالف بدأ يعزز إلي ويريح قلبي. صارت الصلاة وقمت صليت ويا هذا الرجل، أول مرة بحياتي أصلي، وفعلا يعني الصلاة كنت بعيد عنها، وحتى لما صليت يعني بس حركات على مود الرجل يعني لا ياخذ بباله علي أنه أنا ما أصلي، وجلسنا نسولف أنا وياه تقريبا لحد الصبح، ودقيت على عمي وقلت له ترى الوضعية كذا وكذا ببيتك، واني ما اقدر والبيت مسكون، وبديت اقسم له واحلف انه البيت بحاجة. المهم دخلت لي جوا للبيت، اخذت غراضي ومفتاح السيارة ورحت اركض، شغلت السيارة ماتي وطلعت، وشكرت من هذا الرجل، وبعدها قلت ما ارجع ابد، والفلوس اللي بقيت اشتريت بيهن جوال، عمي قال لي اخذهن، وسولفت لاهلي بيهم صدق وبيهم ما صدق، واخذت 4 ايام طول الليل كل ما انام
احنا بالاشياء اللي صارت وياي كانه انا بالبيت، حتى لما نقعد اقعد الهث، يعني ينعاد علي الموضوع، وكنت انا اقول يعني هذا بالعقل الباطن انخزن وخلص انا جاي اشوفه. وبعدها بش كم يوم طلعت يعني رايح للاستراحة للشباب، فلوس يعني انطيتهم واروح يمهم وارجع. رجعت على الساعة تقريبا 11، وكان اشوف رجل واقف على طرف الطريق، وما كان يعني طريق خالي وما بي احد، ورفع ايده الي، قلت خلي اساعده او اخذ من عنده فلوس، لان نوبات نصعد الناس واذا مكان بعيد نوصلهم ناخذ فلوس. المهم صعد هالرجل واستغربت منه، صعد لي ورا شكله يدور يعني سيارة تاكسي، تكلمت وياه ما رد عليه. المهم بديت يعني اقود بالسيارة وقلت له انت وين رايح؟ قال خلاص خلاص اتقدم شوية بيه لي قدام ونزلني. إيه هذا مجنون؟ صعد وياي ورجال كبير ومحترمه. المهم قلت له يا عم انزل من السيارة ما وصلك. قال دم شمشو، كان يقوم يردد لي بالأغنية. هو قال لغني انا هنا ما اعرف شنو اللي اسوي، اعوف السيارة ولا انزل اركض، عرفته من الجن. المهم قمت امشي بكل سرعتي، المهم ثواني عديدة والصرخ هو بداني، قال لي راح تسوي حادث. ما اعرف شلون طالعت عليه بالمراية ما شفته، التفتت لقيت اختفى من السيارة وانحرفت من السيارة وانصدمت بالعمود مال الكهرباء وانضربت من الأمام وسيارتي تفلشت وما أقدر أصلحها ورمت، ومنها قامت الحياة تقسى علي أكثر وأكثر وأنا أبعد أكثر وأكثر عن رب العالمين، لغاية ما أجي عمي من السفر شافني وشاف حالتي، وأهلي قاموا يحجون يعني علي قدامه. المهم عمي قال لي خلاص دواك عندي، وأخذني وبدأ يوديني الناس يقرون علي قرآن. بالبداية كنت أضحك، وبعدها فعلا طلع عندي ماس من جن، والجن مسيطر علي خاصة يوم اللي دخلت للبيت، وبعدها صارت حالتي أفضل وتحسنت، وحبيت أنقل قصتي والتجربة لكم في سبيل تستفادون وتبتعدون عن الأشياء اللي بيها معاصي وحرام، وخاصة صلاتكم لا تتركوها. يوم اللي قمت أصلي الرزق ما أعرف منين قام يجيني، وانتقلت من مكان لمكان ثاني يعني بالفلوس اللي أنا قمت أكسبها. والقصة هنا أنا وتنتهي. إذا عجبتكم ادعموني بلايك واشتركوا لي بالقناة، فعلوا لي زر الجرس، وانتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.